السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق فريق اتحاد جدة السعودي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي التي ستجمع بين فريقي اتحاد جدة وفريق الشباب السعودي في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها فريق الاتحاد من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة، حيث ننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الجولة 12 من دوري روشن السعودي والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وستذاع المباراة عبر شبكة القنوات السعودية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. استعدوا الآن ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن أيضا متابعة المباراة عبر القمر القطري المفتوح سيلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة وعبر قمر نيلسات عبر القنوات المدفوعة مسبقا، ولكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. فتابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.